لا، يمكن كتير بنشوف قديش فعليا الطب النفسي مرتبط بجميع المجتمعات، ونحن يمكن عم نتعرض لظروف صعبة ومرينا بأزمة لمدة 10 سنوات، فأكيد كلياتنا عندنا مشاكل نفسية. بس قديش في اعتراف انه الطب النفسي مرتبط بالمجتمع، قديش في له جزء مهم لصحة حياتنا قديش في النفسية جرأة انه السليمة. نلجأ إلى الطب النفسي؟ انا بحس طب النفس او الدكتور النفسي مثل دكتور اسنان، بعتقد كمان لسه بيعطيكي راحه نفسيه اكثر، والناس الاصحاء نفسيا نوعا ما هن الاكثر لجوءا للطبيب النفسي، صح، بتلاقيهم اكثر 100%. من غيرهم. لنحكي عن هيدا الموضوع اكثر معنا الدكتور راغد هارون، اختصاص طب نفسي. يسعد صباحك يسعد واهلا وسهلا صباحكم فيك. يا رب. صباح الخير. صباح الخير، يسعد يسعد صباحكم. الله صباحك. يسلمكم يعني يا رب. كنا عم نحكي بالمقدمه او حكينا تحت الهواء، اليوم نحن قديش بحاجه يكون في عنا خلينا نعتبره شريك ليساعد نفسيتنا لحتى يطلعنا من حالات نحن ما قدرانين نساعد روحنا ان هي تطلع منها. اكيد حقيقه بالبدايه انا بحب يعني بس من اجل انه نفهم موضوع الطب النفسي بشكل سليم، بحب لمشاهدينا اوضح لهم موضوع الطب النفسي كثير شائع بمجتمعنا، وصار لازم نفهم الطب النفسي بشكل حقيقي لانه هو مهم جدا وضروري جدا لحياتنا. الطب النفسي ما هو؟ مجموعة انفعالات لظروف محيطة بالمجتمع انفعل من أجل الإنسان. بالعكس هذا الشيء قد يكون طبيعي، لأنه نحن من الطبيعي أنه ننفعل للحزن بشكل معين وللفرح بشكل معين وللأشواق لرفقاتنا وأخواتنا بشكل طبيعي. هذا السلوك سلوك طبيعي، ولكن الطب النفسي هو مثله مثل أي نوع من أنواع الطب. وما بعرف ليش شبهتي أو قلتي الطبيب النفسي هو مثل طبيب الأسنان. أي طبيب يعني؟ أي يعني طبيب، لأنه هي المفهوم للأسف بمجتمعاتنا الشرقية صحيح. خصوصاً مغيب، وأحياناً بتلاقي المشكلة النفسية بتتأخر عند الآخر بسبب عدم الاعتراف فيها. تماماً يعني في تماماً. عندنا أطفال كمان بيكون في عندهم معالجة نفسية، رفض الأهل لدخول هيدا المضمار مع الطبيب النفسي كمان هي مشكلة. صحيح. فلأنه طب الأسنان مرعب بالنسبة له. صحيح صحيح، التشبيه جميل جداً. صحيح، وهذا اللي كنت عم بسأل عنه. فالطب النفسي حقيقة مثله مثل طب الغدد الصم، يعني صحيح. كيف الغدة الدرقية بصير في عندها قصور بإفراز التيروكسين، بنعطي التيروكسين أو منعالج بأي طريقة بيرتقية. طبيب الغدد الصم نحن نفس الشيء، ولكن مشكلتنا واللي هي منضل نتهرب بالتعرق بالاعتراف فيها بالدماغ بالعقل. الطب النفسي هو الطب العقلي، هو طب الدماغ، ولكن المشاكل أو العوز أو الاضطرابات اللي عم تصير داخل الدماغ عم تكون على مستوى النيورو ترانزميتر أو النواقل العصبية يلي بتوصل النقل بين العصبونات. هناك نقل داخل العصبون وهناك نقل ما بين عصبون وعصبون. العصبونات لا تلتصق ببعضها، ولكن النقل بين بعضها كيماوي عن طريق نواقل عصبية. هذا الاضطراب بهالنواقل العصبية هو اللي عم يخلينا نضطرب نفسيا حسب نوع الناقل العصبي، إن كان سيروتونين، إن كان نور أدرينالين، إن كان دوبامين، أو كان أي نوع من أنواع النواقل العصبية. فالطب النفسي صار لازم نعرف أنه هو طب عضوي حقيقة، وهو إصابة عضوية ولابد من علاجه، لأنه عدم علاجه تفاقم الحالة وممكن نوصل لمراحل متطورة irreversible، غير قابلة للعكس تماما إذا ما عالجت الغدة الدرقية اللي فيها قصور أو فيها فرط نشاط أو أي عضو آخر يعني في عندنا قصور أو نشاط. نعم، خلينا نحكي بنقطة وارتباط العلم بالمجتمع. كثير حكينا أنه كثير ناس ما بتحب تلجأ، كثير ناس بتخجل تقول انها تلجأ للطبيب النفسي، وبالمقابل في كثير اطباء نفسيين بيلجأوا للعلاج، الى مهدئات، الى يمكن قصص بتؤدي الى ادوية بتؤدي الى ادمان من النوع العصبي. جيد، خلينا نفرق بين الشق بين المعالجة العصبية وبين المعالجة النفسية. تمام، بتشكرك فعلا على طرح السؤال، لانه بدي دافع على الظلم يلي مظلوم في الطبيب النفسي والادويه النفسيه. العلاج بالطب النفسي بكل العالم، نحن ما عم نتحدث عنا، لما بنتحدث بنتحدث بشكل عالمي لانه الطب واحد في كل العالم، ما بيجوز يكون بمكان مختلف عن مكان اخر. العلاج بالطب النفسي له عده اساليب.
من أولها وأكثرها الأدوية. الدواء ما هو شيء خطير، ما هو شيء مخيف، الدواء بالعكس سليم جدا. قد يكون له بعض التأثيرات الجانبية صحيح، ولكن هو بالنهاية مهم جدا لتعديل هذا الاضطراب العصبي بالنواقل العصبية اللي تحدثنا عنه من شوي. بيرافقه كتير من العلاجات النفسية مثل العلاج المعرفي السلوكي، العلاج السلوكي، العلاج بتقليل أو إزالة الحساسية وغيرها من العلاجات النفسية اللي بيقوم فيها السايكولوجيست اللي هو موجود مع الطبيب النفسي واللي دوره مهم جدا أيضا بالعلاج. فنقطة مهمة لازم نعرفها أنه الأدوية النفسية على الإطلاق لا تسبب الإدمان، وخاصة إذا أخذت حسب إرشادات الطبيب لا تسبب الإدمان على الإطلاق. هاي المشكلة تشويه الصورة الصحيحة للطبيب النفسي أو الأدوية النفسية، لأنه إحنا أحيانا بيكون هيدا الدواء النفسي مثل حبة الإسبرين اللي بتاخدها أساسا دون وصف الطبيب. المفهوم الشائع هون عندنا هي تشويه الصورة، اللعب على المفردات. تماما، هي مشكلة مجتمع. لذلك عم نحاول نصححها بشكل صحيح. مهم، عم نقتلع الفكرة. الآن عم نعمل علاج معرفي سلوكي لأخوتنا المجاهدين اللي في عندهم غلط بهذا الموضوع. عم نقتلع الفكرة الخاطئة وعم نحط الفكرة الصحيحة. ثلث الشعب الأمريكي يتناول الزولوفت إنتاج شركة بفايزر اللي هو السيرترالين أو أحد أنواع مضادات الاكتئاب. ثلث الشعب يعني 100 مليون أو 150 مليون مواطن بياخدون بس من أجل ما يشعروا بالأسى، بالحزن، بالتوتر، بالقلق. بمعنى أنه هن حريصين كل الحرص على أدق تفاصيل حياتهم. بالإضافة لذلك السلامة النفسية ترتبط بأداء العمل السليم. صحيح. وهي نقطة مهمة حقيقة. ويمكن هن بياخدوها كمان ضغوطات العمل، ضغوطات الحياة لتقدر تكمل نهارك. يعني المشكلة اليوم يمكن كثير من الناس تعرض، أو أغلب الناس كلياتنا في ظروف اقتصادية صعبة، في ضغوطات اجتماعية. صحيح. في ظروف يومية، ساعات العمل كمان بتكون طويلة. قديش كل هاي بتكون ضغوطات للصحة النفسية، وبترجع على البيت أحيانا بتفرغها. صحيح. على أولادك بتفرغها بطريقة غير مناسبة، غير صحيحة. لا، صحيح. بتوجه للطبيب النفسي لقدر أضبط أعصابي بطريقة سليمة وصحيحة، حتى أساسا أنا ريح نفسي وريح المجتمع والمحيط اللي هو أساسا بينظر لك لنظرة خاطئة. تماما، بالمجمل. تماما. تماما. فالطب النفسي يعني مهم بسبب دخوله بمراحل حياة الإنسان منذ المرحلة الجنينية وحتى مرحلة الشيخوخ حقيقة. يعني مراحل الطفولة مهمة جدا بالطب النفسي من أجل قدرة هذا الطفل على التحصيل الدراسي، مراقبتنا لتطور الروحي والحركي السليم المهمين، وكشف أي اضطراب من فرط نشاط، من توحد، من قلق، من غيرها من الاضطرابات النفسية الموجودة عند الأطفال من أجل علاجها بهالمرحلة ومنع الكومبليكيشن أو الاختلاطات بمرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ. أيضا بمرحلة الكهولة مهم جدا، لأنه مرحلة الإنتاج، مرحلة العطاء. إذا ما في حالة نفسية سليمة ومستقرة ومعتدلة لا يمكن الإنسان أنه يعطي بكل طاقته، بيضل في عنده خمول، بيضل في عنده تراجع بإعطاء القدرة. لدرجة أنه نحن من 5 سنين حقيقة كنا نسمع تقرير من منظمة الصحة العالمية بيقول أنه الاكتئاب سيصبح المرض رقم 2 بعد مرض الأوعية الإكليلية، إعاقة للإنسان. إعاقة بمعنى عدم قدرة على أداء العمل، عدم قدرة على التركيز بأداء عمله بشكل سليم، عزلته، تغيبه عن العمل وغيرها من المعوقات اللي بتمنع أداءه لعمله بشكل سليم. نعم. وفعلا حدث، الاكتئاب صار بهالشكل هذا بال2020 صار رقم 2 بعد اضطرابات الأوعية الإكليلية. تمام. دكتور، طيب نحن هيك خلينا بما أنه حكينا عن أهمية العلاج النفسي وأهمية الطبيب النفسي لتطوير المجتمع، وخاصة هلأ نحن بمرحلة إعادة إعمار وبناء. أكيد. لسوريا. أكيد. وكلنا بحاجة إلى هذا الاهتمام النفسي. أكيد. بحالنا خلينا نحكي نحن كيف فينا المانو باستطاعته يروح على طبيب نفسي اللي هو عم يحس بأعراض من الاكتئاب، كيف فيه يريح حاله؟ هلأ للأمانة هيك نعطي شوية. صحيح. معلومات للمشاهدين. صحيح.
مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن بمرحلة مهمة، يعني مرحلة أو إعطاء معلومات دائمة ونصائح دائمة على الطب النفسي لا تقتصر على هالمرحلة اللي نحن فيها، وإذا اقتصرت فنحن بأحوج ما يمكن بهالفترة لهالموضوع حقيقة. من المهم جداً إدخال موضوع الطب النفسي بالبرامج مثل حضرتكم، يعني واهتمام حضرتكم دائماً أنه يكون في عندكم فقرة نفسية. طبعاً هذا ما نو كافي، لأنه في جهات معنية بحد ذاتها بهذا الموضوع. يعني نحن منتشكر وزارة الصحة على اهتمام الكبير بنشر الوعي الصحي، هي وكل المؤسسات المعنية بما يتعلق بفيروس كوفيد 19، وفعلا يعني أعطونا معلومات كتير كبيرة ولحظية عن تطور أي معلومة لحتى تقينا من هالاضطراب. أنا بتمنى عليهم وبترجع عليهم يعني عمل مماثل بما يتعلق بالطب النفسي، لأنه يعني نحن دائما بعلم الأحصاء بننظر للنتائج. يعني خلينا نتخيل أنه بكل مشكلة الكوفيد بالعالم وصل عدد المتوفين الله يرحمهم جميعا لثلاث ملايين، مع العلم أنه ثلاث ملايين هذا عدد المنتحرين كل عام. كل عام في العالم هناك ثلاث ملايين منتحر سنويا، وبالتالي قديش الطب النفسي مهم. ما هو الجائحة هذه؟ هذا رقم كل عام عم يصير، ولكن هذا الرقم منخففه كتير إذا اهتمينا. فنشر المعلومات وإقامة المحاضرات بشكل مستمر مهم جدا من المؤسسات المعنية. بالنسبة لي أخوتنا بالمجتمع المواطنين، ما بدنا نضل بحالة منفعلة، يعني أنا عم أنتظر لتجيني المعلومة بالبرنامج. نحن ليش ما منكون مثل باقي البلدان منقرأ؟ ليش القراءة معنا موجودة بحياتنا؟ بصراحة القراءة مهمة جدا، وقادرين أنه نطالع 10 صفحات كل يوم من كتاب خاص بتربية الطفل عند الأم مثلا. الأم لازم تقرأ هيك كتاب، وما في أم بالعالم ما نقريانيته. طبعا أنا ما عم أطلب منهم أنه يكونوا أطباء نفسيين، ولكن نحن قادرين نقرأ المهم بحياتنا. ممكن أنا أقرأ كتاب سلوك الطفل يلي بيعطيني معلومات عن هالطفل منذ الولادة وحتى عمر 10 سنوات، حتى أقدر ميز قديش هيدا السلوك النفسي صحيح تماماً ولا لا. تماماً، بخليني أعرف سلوكه هل هو سليم، وليش عم يصير معه هالتبدل بالسلوك، لأنه السلوك ليس ثابت عند الإنسان، يتبدل كل ما زادت مجموعة المعارف وكل ما أدرك البيئة اللي عايش فيها أكثر فأكثر. ليش ما بنقرأ؟ وما في حدا يقول لي ما عندي وقت أقرأ 10 صفحات. شكراً للأم لأنه بتهتم بغذائنا وبتطبخ لنا أطيب الأكلات، ولكن هذا الغذاء مهم للجهاز الهضمي والهيكلي والعضلي، ولكن الجهاز العصبي هذا هو غذائه، هذا هو الغذاء له. لأنه بالإضافة إلى أنه عم نلقنه المعلومات، عم نلقنه إياها بطريقة سلوكياتنا، وثبت أنه الطفل بيتعلم من سلوكياتنا أكثر من الكلام. صحيح، هو بيتعلم من المحيط، يعني هو مراية تعكس تصرفات الأهل. أنا إذا بلقي ورقة بالطريق وبقول له لابني اصحك تكب ورقة، بحياته ما رح يتعلم، ولكن لما بيشوفني بضبها بجيبتي إلى أقرب حاوية أو أقرب مكان لإلقاء القمامة رح يتعلمها مني. التعلم من الملاحظة. يمكن لهيك شفنا بالتوجه الأخير بوزارة التربية قديش كان مفهوم المرشد النفسي بالصفوف، يعني سابقا ما كانت موجودة بالعشر سنوات أو الخمستعشر سنة لما كنت طالبة، فات هيدا المفهوم، صار في مرشد نفسي بيتابع تصرفات إن كان بالابتدائي ولا إن كان بالإعدادي ولا الثانوي، لأنه هون في مفارقات باختلاف الأعمار وسن المراهقة. صحيح، ففي كمان توجه نوعا ما، بس يمكن هذا التوجه فينا نقول خجول ما شوي تواضع. خجول شوي، ما تضبط، يجب إعادة تفعيل دور المرشد النفسية. هي مش مكتب، لا، أول ما بلشنا كنا نشوف كيف عم تتابع، كنا نكتب له رسائل للأنسة، وبدها تشوف أنت شو طموحك أنت، وتعطيها للمرشد النفسي. صارت حصة فراغ، هي صارت بتدوروا عليها، هي حصة الفراغ أو كذا، أو أنا فيني أخذ المكتب تبعها. قد ما هم تفعيله، بما أنه نحن عم نحكي إن كان في تكلفة مادية والوضع الاقتصادي نوعا
نوعا ما صعب على الكل. تفعيل المرشد النفسي في المدارس صحيح. بطريقه كثير صحيحه لاقدر انا اساعد الام، لانه دائما اللوم على الام وقديش هي فعلا بيكون في عندها مسؤوليات كبيره صحيح. فلازم يكون في شراكه صحيح نوعا الشراكة. ما صحيح فعلا هو عمل مشترك ما بين المنزل والمدرسه، لانه هن المكانين الاساسيين اللي بيتلقى فيهم السلوكيات والتعليم الطفل. وزارة التربية والتعليم طبعا مشكورة، وهي من المؤسسات المعنية بالطب النفسي كتير بشكل كبير صراحة صحيح. بشكل كتير كبير. ليش؟ لأنه عم تتعامل مع بداية حياة الإنسان، فإذا أسست وصقلت بشكل سليم بنينا إنسان سليم ومعافى نفسيا وقادر على أنه فعلا هو ينشئ بشكل سليم. نحن دائما منقول إذا ربيت انتبه لتربيتك، لأنه أنت عم تربي الجيل اللي بعده، عم تربي أحفادك، لأنه مثل ما ربيت ابنك رح يربي. لذلك انتبه ودائما عدل بطريقة تربيتك، وعرف أنه اللي عم تعمله هلأ رح يعمله ابنك بالمستقبل. مثل ما تفضلتي فعلا هي عمل جيد جدا ولكن متواضع، والعمل إذا ما كان فعال وعم يجيب نتائج، لأنه يحكم على العمل بالنتائج. أنا ما بدي شكليات، أنه أنا عندي مرشد نفسي والله بالمدرسة مسجل عندي مرشد نفسي، شو هي النتائج؟ شو طلع معه بنهاية العام؟ كم طفل ADHD فرط نشاط قلة انتباه موجودين وشو عملت لهم؟ كم طفل توحد؟ الإحصائيات بتقول كل صف نموذجي يحوي 25 طالب، فيهم على الأقل طالب واحد عنده ADHD فرط نشاط قلة انتباه. هل حدا قدر يطلع لنا إياه من المدرسة؟ نحن بنتنمر عليه بالمدرسة تماما. بتعتبره الأستاذ، وطبعا أنا بعذره لأنه ما عنده هالمعلومات النفسية حقيقة، وأنا بتمنى وبشجعه أنه يقرأ هالشي ويكون في عنده معلومات عن هالموضوع، أو على الأقل خليني حيل هالطالب يلي أنا عم أوصفه بالمشاغب، خليني حيله للمختصين لحتى يقوموا بتقييمه وبالتالي التواصل مع أهله ووضع خطة لتجاوز مشكلته وعودته. لأنه الـ ADHD من أكثر الاضطرابات عند الأطفال بتمنعه أنه يتعلم صحيح. رغم أنه الـ IQ مستوى الذكاء عند معظمهم عالي جداً صحيح. حرام بيروحوا قدرتهم على التعليم وبينتقلوا لمرحلة جديدة بالمراهقة فيها إساءة استخدام مواد، وبيصيروا أشخاص موجودين بالشوارع ما في أي هدف عندهم بالحياة. منكون نحن أسأنا لهم، نحن وليس هن. دائما بدنا ننتبه لنفسنا، يعني دائما بدنا نتحمل مسؤولياتنا. وأنا بشوف أنه الأهل كتير مقصرين، كتير مقصرين، لأنه مهما نعطي ما نو كتير على الطفل. بالنهاية نحن عم نعد شخص للمجتمع لحتى يكون قادر على مساعدة غيره وبناء غيره، وكل ما بنينا أفضل كل ما بنينا المجتمع يعني أفضل. عم نبني شخص يكون سوي بالمجتمع. دكتور قبل ما نختم، نحن حكينا عن يمكن عدة أمور لازم نطلع عليها ضمن حلقة، وأكيد بدنا بحلقات جاية أكيد. نفصل بعض المواضيع يلي بتهم كتير إن كان من الأهالي وإن كان من الأشخاص، ولكن بالنهاية خليني أتطرق لسوشيال ميديا وتأثيراتها السلبية، إن كان من مواقع التواصل الاجتماعي وإن كان من حياة الرفاهية المفرطة يلي عم نشوفها، ممكن تكون تمثيل ممكن تكون حقيقة. قدي عم تأثر على المراهق، قدي عم تأثر صحيح. على الشباب، قدي عم يصير حالة من الاكتئاب إحباط. والإحباط كلامك الشديد صحيح. وكيف منعالجه نفسيا؟ هيك خلينا سريعا، وأكيد بحلقات جاية رح نفصل هذا الموضوع لأنه كتير مهم. أكيد ما في شك السوشيال ميديا أو هالانفتاح يعني بالإنترنت له مساوئه وله فوائده. هذا الشيء يعني الأهل بيقدروا أنه يسيطروا عليه ويتحكموا فيه قدر المستطاع، ولكن إذا ما قدروا يتحكموا حقيقة عند الأطفال وعند المراهقين يلي هن السن الانفعالي والسن يلي بيكون مستوى الانفعال عندهم والطموح عالي جدا، بيلاحظوا حالهم أحيانا محبطين أمام كتير من المظاهر يلي صحيح. موجودة على مواقع التواصل يلي كمان ما بنقدر نضبطها، يعني لا هي سيئة
هلا هي ما سيئة لحتى نمنعه انه يشوفه، ولكن بشكل او باخر عم تاثر عليه تماما، مثل الافلام الاكشن يلي فيها قتل وفيها ضرب وفيها عنف وفيها ترسيخ لفكرة أنه القوة، يعني أنا بدي أتواصل مع الآخر بالقوة، ما في ترسيخ لفكرة أنه الحالة العقلانية اللي بدي أتفاعل فيها مع الآخرين. نقطة مهمة بحب أولى مشان ما ناخد من الوقت الآخرين حقيقة، أنه الطب النفسي مهم جداً. نحن حكينا جزء بتمنى دائماً نتحدث عنه، بيتحدث عنه زملائي والجميع. الطب النفسي مهم جداً، ما بنقدر نتطور نحو الأمام إذا ما تطور الطب النفسي، لأنه لما نطوره منكون عم نطور عقل الإنسان، عم نوجهه نحو الحياة الصحيحة، عم نوجهه نحو حب مجتمعه، حب الآخرين، تواصل مع الآخرين، وبالنهاية رح نحصل على مجتمع سليم، والمجتمع السليم ينتج. هو المجتمع اللي بتكون فيه المرأة هي سيدة المجتمع، لأنه المرأة هي أهم عنصر بالمجتمع شئنا أم أبينا، وبقدر ما بتكون متعلمة ومحصنة وماخدة من حريتها وماخدة من حقوقها، وأنا بشوف المرأة عنا حتى القانون بيظلمها حقيقة، تاخد حقوقها، تبني هي المجتمع بهالتنشئة السليمة إلى بناء مثالي جداً. نشكرك دكتور راغد هارون اختصاص طب نفسي، وبالختام نقول فعلا هو العقل السليم بالجسم السليم، والجسم السليم اساسا بالعقل السليم، فالحفاظ على الصحه النفسيه السليمه هي اساس بناء شخص سليم يقدر ينتج في المجتمع. صحيح. شكرا كثير لك، سعيدين بوجودك، للحديث تتم اكيد في الحلقات القادمه ان شاء الله. ميرسي لك دكتور، واكيد مواضيعنا كثير مهمه رح تكون بالحلقات الجايه وكلنا ناطرينك. شكرا كثير لك. شكرا.